هذه المشاعر الجياشة التي انتابت الأخ أبا سلطان يعني ليست بغريبة. من يتذوق حلاوة الإيمان ويشعر بنفسه أنه خرج من الظلمات إلى النور ببركة الله ورسوله وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام، ويرى أنه كان على شفا حفرة من النار فأنقذ منها، تنتابه مثل هذه المشاعر والحمد لله تعالى أنه الأخ الكريم يعني أوصل صوته وأطلق نداءه وقال لعنة الله على من ضللنا طوال هذه السنوات. قال أنا عمري 52 سنة وإحنا كنا عايشين في هذا الضلال الذي ضللونا به بسبب هؤلاء الذين سماهم حثالة، وهم بالفعل حثالة بل أسوأ من ذلك. هؤلاء المنافقون الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله هم أخطر الخطر، كانوا أخطر من المشركين، أخطر من اليهود والنصارى، أخطر من كل أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه عقلائياً منطقيا العدو الداخلي أخطر، دائما هو الأخطر. احنا حتى في مسيرتنا هذه، مسيرة خدام المهدي عليه السلام، اكتشفنا هذا الشيء، أن العدو الداخلي المنافق أو الخائن أو المتسلق أو أيا كان أخطر بكثير من العدو الخارجي، أخطر بكثير. يعني العدو الخارجي ممكن أن تكون ضرباته يمكن التصدي لها، العدو الداخلي إذا ما انتبهت إليه وما بترته قبل أن يبترك إنجاز التعبير، فحينئذ ضربته تكون ضربة موجعة جدا. فأحيانا نستشعر هكذا أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كيف كان يعاني، كان يعاني كثيرا من هؤلاء. والمشكلة أنه هذا النبي ليس نحن، إحنا ما نعرف الغيب، لكن النبي كان يعرف بتعليم الله عز وجل له وإطلاعه إياه على الغيب، كان يعلم أن هؤلاء أنفسهم الذين هم حوله هم سيفعلون الأفاعيل بدينه بنفسه بأهل بيته بأبنائه، يعلم لكنه مأمور من الله عز وجل أن يتركهم على حالهم وأعرض عنهم. ليش؟ لتتم حكمة الله عز وجل في الابتلاء في الامتحان. هذا ترى شيء جدا صعب، إنسان يرى أمام عينه قاتله ويعلم أنه هذا سيقتله ويتركه على حاله، جدا ترى صعب، هذا جدا صعب. النبي كان يرى عائشة معه في البيت وهو يعلم أنها ستخونه وتقتله، كان يرى عمر وهو يعلم أنه سيفعل ما فعل بابنته الزهراء عليه السلام، كان يرى معاوية وهو يعلم أنه الذي سيقتل ابنه الحسن. أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله ويعلم أنه هو الذي سيقتله، حتى كان يقول لأصحابه، كان يقول هذا سيقتلني وكذا، فكان يقول له يا أمير المؤمنين ألا تقتله؟ قال عجبا، أقول لكم هو قاتلي فأقتله، شلون يصير؟ هو قاتلي في قضاء الله وقدره، هذا الذي سيقتلني، أنا ما أقدر أغير القضاء والقدر. هذا الأمر جدا صعب كان على نبينا وعلى أئمتنا عليهم السلام، أمر جدا صعب. واحد يشوف أمام عينه هذا الذي سيقتله أو سيغدر به وسيغدر بأهل بيته وسيغدر بأمته وسيغدر بدينه، يدب على الأرض وهو من حوله هكذا ويعلم به منافقا ويبيت النية الخبيثة، ومع ذلك يتركه على حاله، بل ويتعاطى معه كما يتعاطى مع سائر الناس. ألم شديد يكون في القلب، صعب. هذا هو صبر رسول الله صلى الله عليه وآله، لهذا صار أعظم العظماء بتحمله بصبره هذا. نحن علينا أن نستذكر هذه الآلام، هذه المشاعر، نستذكر لما كان النبي صلى الله عليه وآله يحدث أمته بما يجري عليه وعلى أهل بيته من بعده،
نستذكره، ونحاول في هذا في حياتنا هذه أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: نحن لسنا من تلك الأمة، لن نكون من تلك الأمة التي غدرت بك يا رسول الله وغدرت بأهل بيتك، بل نحن سنمتثل لوصاياك ولتعاليمك، وسنخرج من هذه الأجواء المريضة، ونعلن ولاءنا فقط وفقط لك ولأهل بيتك الطاهرين عليهم السلام. عسى أن ندخل شيئا من السرور ونجبر شيئا من الخواطر التي كنتم عليها يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب الله أنفاسكم شيخنا، أحسنتم وجدتم وجزاكم الله خير الجزاء. نشكر سماحة الشيخ والسادة الحضور والسادة المشاهدين، إلى لقاء الغد إن شاء الله. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عليهم. شكرا لله. طيب الله وأحسنتم.